أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع البترول والغاز، مشيرا إلى دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأضاف أن مصر نجحت مؤخرا في جذب كبرى الشركات الأمريكية العملاقة للاستثمار في نشاط البحث عن البترول والغاز، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للمساهمة القوية للشركات الأمريكية الكبرى العاملة في البلاد لتنمية موارد مصر من البترول والغاز.